بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني حول مثلث برمودا بعدما نشرنا الفيديو الذي نوضح فيه أن العلماء حلوا هذا اللغز بسبب وجود الأمواج العميقة وأشياء أخرى طبعا في هذه المنطقة. طبعا السؤال الذي وردنا وتكرر كثيرا، هناك طائرات اختفت، يعني إذا كان هناك أمواج عميقة وهذه الأمواج أحيانا تضطرب ويمكن أن تصل اهتزازات هذه الأمواج إلى السطح فتحدث أمواج عنيفة جدا أكبر بكثير من الأمواج السطحية التي نراها على البحار أو على سطح البحر، فيمكن أن تغرق السفن بسهولة. ولكن ماذا عن الطائرات؟ أقول أيها الأحبة، هذه المنطقة أيضا تحدث فيها دوامات هوائية عنيفة، أعاصير عنيفة، تحدث أعاصير عنيفة جدا. ونحن نعلم أن الطائرة التي تسير في الهواء مثل الريشة، أي خلل يمكن أن يقلبها ويمكن أن تدمر بسهولة. ومهما حاول يعني المصممون أن يخترعوا طائرة تتغلب على العواصف والأعاصير لا يستطيعون، لأن الطائرة محمولة وتخضع للقوانين ميكانيك السوائل التي تحكم حركة الأعاصير. فعندما تهب هذه الأعاصير وبخاصة فوق هذه المنطقة، طبعا يمكن للطائرة أن تنقلب. أقل ضرر أو أقل خلل في هذه الطائرة يمكن أن يقلبها، وليس أمامها إلا البحر، فتغرق في البحر ويغرق ركابها، ليس لديهم وسيلة للنجاة لأن المنطقة عميقة نوعا ما أو نسبيا، وبخاصة إذا كان هناك هيجان في البحر أو هناك دوامات أيضا تحدث في البحر على سطح البحر في هذه المنطقة التي تسمى برمودا، فهذا أيضا يؤدي لمزيد من غرق الطائرات والسفن. طبعا أنا بالنسبة لي شخصيا لا أعتقد أن إبليس مكانه هناك. إبليس عرشه على الماء أو على البحر، كما أنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر غير يعني لم يحدد لنا النبي مكانا محددا. شيء ثاني، وجود مخلوقات فضائية في تلك المنطقة، هذا الأمر ممكن لأن القرآن أنبأنا، قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة في السماء والأرض، يعني وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا هنا للتأكيد، إذا يشاء قدير، فإذا اجتماع الكائنات الأرضية مع كائنات فضائية هذا أمر مؤكد، أنا أعتقد أنه سيحدث عاجلا أم آجلا، وربما حدث ولكن نحن لا نعلم الحقيقة الكاملة. فهذه المنطقة من الممكن أن تستهدف ببعض الأطباق الطائرة التي قلنا أصبحت حقيقة شبه مؤكدة حسب يعني أجهزة أمريكية. الجيش الأمريكي يتتبع هذه الأطباق الطائرة ورأى بأنها يعني نتيجة البلاغات الكثيرة والمشاهدات الكثيرة لا يمكن أن يجتمع كل هؤلاء على الكذب، فقالوا لابد من وجود أطباق طائرة، ولكن أين هي؟ ما مصدرها؟ كيف تطير؟ ما هو الوقود؟ نوع الوقود الذي تستخدمه؟ يعني كيف تتغلب على الجاذبية الأرضية؟ فقالوا هناك كائنات أذكى منا تعيش في الكون، وهذه الكائنات لديها قدرة على الاختراع ومتطورة تكنولوجيا أكثر منا، وبالتالي هذه الكائنات أحيانا ترسل مثل هذه الأطباق الطائرة إلى الأرض وربما إلى كواكب أخرى، وربما هذه الكائنات تتعامل مع الجن مثلا. يعني فيعني هناك كثير من الفرضيات، بالنسبة لي أنا أي فرضية تتناقض مع القرآن أرفضها، أي فرضية أو نظرية تتفق مع القرآن أقبلها، لأن القرآن هو كتاب الله وهو كتاب الحقائق. لذلك أحبتي في الله، سبب وقوع بعض الطائرات هو الأعاصير العنيفة
التي تصل سرعتها لمئات الكيلومترات في الساعة والتي تحدث في تلك المنطقة. وسبب غرق السفن كما قلنا اكتشاف أمواج عميقة عنيفة جدا تنتقل اهتزازاتها إلى السطح فتغرق السفن. كل ما يقال من وجود أطباق طائرة هناك أو وجود كائنات فضائية هناك أو وجود مخلوقات أخرى، هذا الأمر غير مستبعد، لا نؤكده ولا ننفيه، ننتظر إذا كشف العلم شيئا حقيقيا صحيحا مؤكدا نأخذ به، لأن القرآن لا يتناقض مع الحقيقة اليقينية أيها الأحبة. والقرآن عندما أكد لنا وجود مخلوقات في السماوات ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، بث كلمة تستخدم للكثرة، بث يعني نشر بشكل غزير، فالكائنات هذه منتشرة بشكل غزير على الأرض. لدينا تريليونات الكائنات على الأرض من النمل والجراد والحشرات والحيوانات والبشر، تريليونات أيها الأحبة. كذلك الله بث تريليونات وأكثر من هذه الكائنات في الكون، ثم قال لنا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فإذا اجتمعنا مع كائنات فضائية تكون الآية قد حققت سبقا علميا في هذا المجال. إذا أعمارنا لم تسمح أن نلتقي مع هذه الكائنات فالقرآن العظيم ليس فيه أي تناقض مع العلم وليس فيه أي خطأ علمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المعلومات من يحب ويرضى من عباده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.